قليل من كثير. ما لازم اسمع العربات الصغير ما خلوا لنا حاجة. عربية دي يا جماعة بالنسبة الليل كانت ملانة عيش بتاع الراس الطبيعي بقت عبارة عن خردة. يا عربية بتاع زول مسكين العربية دي كانت شايلة مواد تموينية. حتى اخوان نوي عمل حسابكم من القزاز دجاج فكرة العربات دي كانت قدام الجسم ابن كالوزرا يا جماعه اتكسر ابن كالوزرا وده الجسم بتاع الشرطة السؤال البطرة على نفسه شوف كويس ده البنك ده البنك ده بنك يا اخي ولا سراير يا اخي ولا سراير يا رب.